خليني بقى اقول لك كمان ان المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي امبارح نشر على صفحته على الفيسبوك الحقيقه فيديو تسجيلي لحظه عبور الجيش المصري لقناه السويس في حرب 6 اكتوبر سنه 73. الحقيقه لحظه جسدت ملحمه عسكريه. كان البطل مين؟ كان البطل الجندي المصري. تعالوا نتفرج ونشوف الفيديو ونرجع لكم مره ثانيه. القاهرة، نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة. توجه التحية لروح اكتوبر وجيل اكتوبر، قدموا لمصر في وقت كان بنعيش في حالة انكسار وتحولت لحالة انتصار. اكتوبر 73، الإرادة والتحدي. الحقيقة تحيا مصر، ما عندناش حاجة أكتر من إحنا نقول تحيا مصر ويحيا الجيش المصري العظيم وتحيا أيضا شرطة مصر العظيمة. يوم بجد زي ما قلت إحنا يمكن ما حضرناش الأوقات دي، لكن الأفلام ويمكن عندنا فيلم جديد، الفيلم الممر إن شاء الله النهاردة. بجد ربنا يحفظ مصر ويحفظ جيشها وقواتها المسلحة ويحفظنا ويحفظ أمننا ووحدتها واستقرارها. عشان كده دايما بنقول إن قوة مصر من قوة جيشها، ويمكن 6 اكتوبر ده بنستمد منه القوة والمحاربة ومجابهة اي حد بيحاول ان هو يندس في وسطينا او الناس الحشرات والطفيليات اللي بتحاول انها تتمكن منا او ان هي تزعزع الامن والاستقرار بتاع بلدنا يا نرمين. ده حقيقي. مرة تانية عايزة اوجه التحية واهني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الاعلى للقوات المسلحة، ايضا الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والانتاج الحربي، وكل الضباط وصف الضباط واي جندي في القوات المسلحة. بجد عايزة اقول لكم تحيا مصر، احنا من غيركم ولا نسوى اي حاجة.